الشيوات لاله مولاتي عند المستمعه سناء من برشيد. صباح الخير سناء. صباح الخير سناء. لاباس عليك صبحتي؟ لاباس الحمد لله ربي يخليك. لا اختك شكرا لك بزاف. وعلى جميع المستمعات وكنبارك لكم المرتبه الاولى ودائما في القمه ان شاء الله. الله يبارك فيك مبروك علينا كاملين تستاهلوا كل خير وفضل الله وفضلكم على وفائكم وثقتكم فينا. بارك الله فيك مرحبا. في الاول نبغي نبارك المستمعات هذا الشهر يدخل عليهم بالصحه والسلامه ان شاء الله وعلى جميع الامه الاسلاميه يا ربي امين. شكرا. وعندي شهوات نيت متعلقه بشهر رمضان. تفضلي. في الاول نعطي الشباكيه عندنا فيها كيلو ديال الفورس، جلافه ديال الجنجلان مصهد ومطحون، اربع كاس ديال النافع مطحون، معلقه كبيره ديال حبس حلاوه مطحونه، كاس ديال الزيت البلدية، كاس ديال الزبدة تكون دايبة، واحد الضامل ديال الزعفران، أربع كاس ديال الخل، أربع كاس ديال الزهر، واحد المعلقة كبيرة ديال القرفة، ومعلقة صغيرة ديال السنيدة، وقريشة ديال الملح، واحد القريزة ديال الخميرة ديال الدار، يعني قد الحمصة ولا قل منها. طريقة كنبسبسو مزيان بايدينا هاد النواشف مع بعضها، من بعد كنزيدو الجزر اللي ذكرنا في المقادير، ولا ما تجمعاتش لينا كنزيدو شويه ديال الماء يكون دافي باش نجمعو العجينه وتكون قاصحه شباكيه باش تجينا رطبه. كنديروها في واحد البلاستيك غذائي ترتاح. عاده كندلكوها نسرحوها بالمدلك، كنسرحها شويه وكنديرها يعني بحال باتفيتو، نعاود نجمعها ونعاود نسرحها ثاني بالمدلك ونخرجها في الماكينه. يعني انا في الاول كنخرجها في الرقم جوج، ثاني كندير رقم اربعه، وعاد رقم خمسه. اييه في الماكينه هذيك الماكينه اللي كنطلقوا فيها العجينه، الرقم الاول اللي كتخدمي به جوج. كندير جوج يعني كندلكها في الجوج. وعاد كنديرها في الرقم اربعه. وكنديرها في الرقم خمسه. باش كتنزل بزاف يعني صافي كتولي رطبه. كتجي هي هذيك في التوره. واخا. وثاني كل واحد والماكينه ديالو على حسب الارقام. صافي يعني متى كنكملها كنشبكها كنقليها في الزيت مباشره في العسل، وفي الاخر يعني كنرشوها بالجنجلان راه كتجي زوينه ومرقه. واخا بما انه عطيتينا الاقتراح ديال الشباكيه الطريقه ديال الحفظ ديالها، لانه بزاف المستمعات كيقول لك كتفرتت لنا من التحت اولا كيتكب عليها العسل بزاف، عطينا مثلا يعني ناخذوا طريقه من عندك كيفاش؟ قلت لك على اساس ان المستمعات يعني غادي يطبقوا هاد الشباكيه، ولكن كاين بعض منهم اللي كتفرتت ليهم مثلا هاد الشباكيه فان كيبغيو يحطوها، لانه حتى الطريقه كيفاش كنحافظوا على الشباكيه كتبقى خابطه لينا. نعم انا سنأخسي الشباكيه يعني باش ما كتجي هي في العجينه كتقصحيها باش كتجيك هي هذيك. وانا شنو كندير ليها يعني ماشي ملي كنقليها كنخليها حتى يعني كتشرب العسل وكتبرد. كنشدها مباشره كنديرها في بلاطات وكنديرها في المجمد في الفريكو، يعني ما كنديرهاش في السطل وكتنشف ليا ونقلب في السطل. زيدي العسل كل مره والعسل كيولي اييه حات لتحت. مباشره كندير ندير واحد نفرش لها واحد البابيسيو فيغيزي، وكندير واحد البواطه وكندير الشباكيه ديالي يعني القدر اللي بغيت، وكنعاود كنفرش عليها بلاستيك غذائي يعني كنهز اللي بغيت، وكتبقى قابضه العسل وكتبقى هي هذه ما كنديرهاش انا ديما ملي كنديرها كنديرها في الفريكو. هذه طريقتك كيف ما قلتي كتحتفظي فيها في المجمد في الفريكو وكتقسميها على بواطات باش كتخرجي غير مثلا الحاجه اللي غادي اييه الكميه اللي غادي تاخذي في هذوك اليومين ولا ثلاث ايام. صدقيني يعني كتبقى يعني بحال صايبتيها وشاربه العسل وكل شيء. انا جربت ديال السطل يعني ديال السطل كنبقى كنقلب فيه وكندير فيه بحال هكا يعني هذه هي طريقتي في الشباكيه. واخا الله يعطيك الصحه.